ترشيح لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. إنها 7:30 بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير إلى عناوين المسائية. لقد وضعت نصب عيني منذ أن تسرب بالتوالي مقاعد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة. مجلس الوزراء السعودي يقر رؤية المملكة 2030، وخادم الحرمين الشريفين يوجه للتنفيذ. الرؤية هذه كان يجب أن تطلق سواء النفط سعره مرتفع أو منخفض. الأمير محمد: سنتخلص من إدمان النفط، ورؤية 2030 ستنفذ حتى وإن ارتفع سعر البترول. سأدعو اللجان المشتركة لإعادة درس كل هذه القوانين والمقترحات. بري يؤجل الدعوة للجلسة التشريعية لحين إنهاء اللجان المشتركة عملها بشأن قانون الانتخاب، والحريري يرفض طرح تقصير مدة رئاسة الجمهورية. هي مملكة الحزم والعمل، مملكة إعادة الأمل والتغيير والتجديد، مملكة التطوير والاستثمار، مملكة الاعتماد على أهلها وعقولهم وأعمالهم، والتخلي عن إدمان النفط، بحسب تعبير ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان. الأمير الشاب صاحب الأحلام الكبيرة والروح المثابرة أخذ بيد المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نحو رؤيته للعام 2030، راسما خريطة طريق خطوتها الأولى طرح 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب التي قدر حجمها ب2000 مليار دولار أمريكي. التخلي عن إدمان النفط يريده الأمير الشاب لوقف تعطيل تنمية قطاعات كثيرة، وتحدث عن صندوق يسيطر على 10% من الاستثمارات على الكرة الأرضية، ويقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3% من الأصول الموجودة على الكوكب. هي مملكة الأحلام والعقول الجديدة، تتحضر لتكون من أهم المنتجين على المستوى الاقتصادي والبشري والحضاري، مملكة الشباب والمستقبل. إذن وافق مجلس الوزراء السعودي على رؤية المملكة 2030، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوجه مجلس الشؤون الاقتصادية برسم الرؤى التنموية للمملكة. وافق مجلس الوزراء السعودي على رؤية المملكة 2030، حيث خصص مجلس الوزراء جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للنظر في مشروع رؤية المملكة. ووجه خادم الحرمين مجلس الشؤون الاقتصادية برسم الرؤى التنموية للمملكة. الملك سلمان أعرب عن أمله في أن تكون رؤية السعودية 2030 نموذجا للعالم، مؤكدا أنه وضع نصب عينيه السعي نحو التنمية الشاملة، وأمل من السعوديين العمل لتحقيق الرؤية الطموحة. من هذا المنطلق وجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة، ولتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا بعون الله توفيقه نموذجا للعالم على جميع المستويات. وقد اطلعنا على رؤية المملكة السعودية اللي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووافق عليه مجلس الوزراء شاكرين للمجلس ما بذله من جهد. وقرر مجلس الوزراء قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وقيام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى كل في مجاله باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية وفقا للآليات والترتيبات المشار إليها من هذا القرار.
وفي موازاة إقرار الرؤية الطموحة، أطل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع محطة العربية، أكد فيها أن رؤية السعودية التي أعلن عنها اليوم تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد للأعوام 15 المقبلة، كاشفا أن الرؤية كانت ستطلق سواء بارتفاع سعر النفط أو بانخفاضه. كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تفاصيل رؤية السعودية 2030، وهي الخطة التنموية الأكبر في تاريخ المملكة، والتي ينظر إليها أيضا على أنها أكبر خطة تحول اقتصادي وطني قيد التنفيذ على مستوى العالم. وتحدث الأمير محمد عن شركة أرامكو التي يراها جزءا من الرؤية، قائلا إن أول فائدة لطرح أرامكو سيكون الشفافية، لأن الناس تضايقت من غياب بياناتها، مشيرا إلى أن اكتتابها سيكون الأكبر في التاريخ. أرامكو ما في شك أنها جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية. طرح أرامكو فيه عدة فوائد، أهمها وأول كل شيء شفافية. إذا طرحت أرامكو في السوق معناتها لازم تعلن عن قوائمها، لازم تعلن عن كل ربع، وبتصير تحت رقابة كل البنوك السعودية، كل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية وكل مراكز الدراسات والتخطيط في العالم. هذه مشكلة خطيرة جدا. تقديس أرامكو؟ نعم، الملك عبد العزيز والرجال اللي عملوا معاه في كل أنحاء المملكة. لما أسسوا الدولة ما كان في نفط، أسسوها بدون نفط، وأداروا هالدولة بدون نفط، وعاشوا في هالدولة بدون نفط. أصبح اليوم كأن دستورنا الكتاب والسنة ثم البترول. هذه خطيرة جدا. وقال الأمير محمد إن السعودية تملك ثلاث نقاط قوية لا ينافسها عليها أحد: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، والموقع الجغرافي. إحنا نمر على موقع جغرافي مميز جدا لا يوجد إلا لدينا. أهم ثلاث مضايق بحرية في العالم، تقريبا 30% من التجارة العالمية في البحر تمر من خلالك. الآن بعد جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية، أهم معبر من بري، قد يكون أهم معبر بري في العالم، موجود لديك. جزء رئيسي جدا من التريد بين آسيا وأفريقيا، جزء رئيسي جدا من تريد أوروبا إلى آسيا يمر من خلالك. فعندنا فرصة ضخمة لخلق خدمات لوجستية. الأمير محمد أكد أن هذه الرؤية كانت ستطلق سواء بارتفاع أسعار النفط أو بانخفاضها. الرؤية هذه كانت يجب أن تطلق سواء النفط سعره مرتفع أو منخفض. أنا أعتقد أن 2020 يعني لو النفط وقف نستطيع أن نعيش. الملك عمل قوي جدا لهز رأس الهرم في السلطة التنفيذية. وحول مشروع البطاقة الخضراء، قال إنه سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في المملكة، وإنه سيكون رافدا من روافد الاستثمار، وإنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة. وكشف الأمير محمد أن المملكة لم تستغل من المعادن سوى أقل من 5% وبطريقة غير صحيحة، مبديا استغرابه من عدم وجود صناعات عسكرية، رغم أن المملكة ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري. وقال الأمير محمد إنه سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية، وستطرح لاحقا في السوق في نهاية العام المقبل، وسيتمكن المواطن من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل أوضح. وقال الأمير محمد إن الجيش السعودي هو الثالث في الإنفاق العسكري والعشرين في التقييم، وهذا خلل، مبديا أمله بأن تكون السعودية من أقل دول العالم في نسب الفساد، وأن الخصخصة جزء مهم في مكافحة الفساد. إلى ذلك سجل مؤشر الأسهم السعودية ارتفاعا مع بدء المقابلة مع الأمير محمد بن سلمان. الرئيس سعد الحريري قال إن أنظار العرب شخصت اليوم إلى المملكة العربية السعودية لتسمع رؤية العام 2030 التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، معتبرا أن السعودية 2030 وثبة اقتصادية واجتماعية وإنمائية وثقافية تاريخية ستكون لها ارتداداتها الإيجابية في كل المجتمعات العربية. ووصف الرئيس الحريري في سلسلة تغريدات له عبر موقع تويتر الشخصية القيادية التي أظهرها الأمير محمد بن سلمان في مقاربته الملفات الصعبة بأنها قيمة مضافة لصدقية الرؤية وأهميتها للنجاح في مواجهة التحديات. وقال: المناسبة تدعونا إلى رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللقيادة السعودية
والتحية لأمير الشباب العربي الأمير محمد بن سلمان. وختم الرئيس الحريري قائلا: حفظ الله المملكة العربية السعودية كي تبقى منارة العرب وقبلة المسلمين. وفي قراءة لقرارات مجلس الوزراء السعودي للرؤية السعودية 2030، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. طبعا عناوين ضخمة اللي سمعناها اليوم لرؤية مستقبلية تقودها القيادة السعودية في هذه المرحلة، رؤية تحدث عنها سمو الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. طبعا أول كلمة لفتت أنظار الجميع وهي التوقف أو التخلي عن إدمان النفط. أول شيء شو قالت لك هاي الكلمة بداية دكتور اسكندر، خاصة للمملكة التي كان الثابت فيها هو النفط؟ الأمير محمد صار له سنتين عم بيشتغل على برنامج لإعادة صياغة هيكلية الاقتصاد السعودي، وبالتالي أعطاء النفط دور أقل من السابق. حتى هو بيقول بحديثه أنه بعد سنة 2020 ما في حاجة للنفط، ولكن بالإدارة العامة حقق عدة إنجازات للتحضير لمستقبل تاني، وهو يقول أنه سعر النفط مش هو الأساس في الرؤية اللي عم نشوفها. هذه الرؤية صحيح يستند إلى ثلاث يعني قواعد رئيسية في حديثه. واحدة أنه السعودية تملك الموقع الجغرافي الأساسي للعرب والمسلمين، وهذا واضح ومعطى لا مجال لمناقشته. القوة الاستثمارية، هيدي هون هو يتحدث ليس فقط عن قوة الدولة الاستثمارية، بل قوة المجتمع السعودي الاستثمارية ككل. لما بيحكوا انه بدنا نأمم مش نأمم بدنا نرجع نبيع الأرامكو، هو ابدا مش عم بيقول هالشي. هو عم بيقول على الاكثر 5% من الأرامكو تصبح مطروحة كأسهم للسعوديين وغيرهم، بحيث تصير إدارتها خاضعة لمراقبة البنوك والهيئات الرقابية المختلفة حتى تكون شركة عاملة على أسس واضحة. والثالث شغلة وهيدي بتلفت النظر ومهمة جدا، بيحكي عن الموقع الجغرافي للمملكة وعلى أنه جسر الملك سليمان بين سلمان. السعودية بين الملك سلمان نعم بين السعودية ومصر سيكون من أهم الجسور في العالم لانتقال الأشخاص والبضائع وما شكل ذلك. وعلى فكرة صار نقاش كتير بالصحافة المصرية على الجزر، وقع الحال أنه الجزر أصلا هو للسعودية مش لمصر. لمصر طبعا المثقفين أو بعض المثقفين المصريين كثير بيحتجوا، بس تاريخيا وقانونيا هذا وضعه. فكانوا راح يصير التخلي عن النفط، انا ما بظن راح يكون التخلي كليا، وانما الامير ولي العهد عنده نظره انه لازم ما يبطل الارتكاز في التفكير المستقبلي. شو اللي لفت لك نظرك كخبير اقتصادي في هذه الرؤيه المستقبليه؟ هل موضوع ارامكو، هل النهوض في السياحه تحديدا وهذه نقطه اساسيه في المملكه، هل عمليا النقاط العناوين الكبيره اللي انطرحت موضوع الجرين كارد مثلا، ما هي دخول العرب الامور الاساسيه اللي لفتت لك نظرك؟ شوفي، موضوع الجرين كارد أشار له زميلنا مهم كثير، بحيث بصير واحد مستقر ما بده يجدد كل ست شهور أو كل سنة، أو بصير في استقرار للناس ليشاركوا حتى بالاستثمار. هذا من ناحية اطمئنان وثبات، يعني بتعطي فرصة ليشعر واحد أنه حقيقة هو جزء من هالمجتمع وجزء ثابت ومستمر. شوفي، في شيء اساسي باللي عمله لحديت هلا، لانه بنعرف انه زادوا اسعار الكهرباء والمي والبنزين بحيث تغطي قسم او كل كلفه الانتاج، وهيدي كانت امر غير معتاد في المملكه وفي الدول العربيه النفطيه الاخرى، ولكن كلهم سواء ابو ظبي وقطر بديوا بهالمنهج. وكذلك لن نبحر كثيرا، اكيد رح يكون لك لقاءات ثانيه، ولكن برايك ما هي انعكاسات هذه الرؤيه على السعوديه؟
هلا الرؤية هي برنامج، البرنامج العبرة تبعه في التنفيذ. اللي بيوعد خيرا انه هو بهالسنتين او السنة ونص اللي تولج فيهم مراكز قيادية اساسية، عمل برامج وعمل سرع في المعاملات الحكومية، وحول حساب الميزانية من حساب ينذر فيه عجز ضخم جدا سنة 2017 الى استقرار نسبي اللي بيطمئن السعوديين ويطمئن بقية العالم. وخلينا نقول شغله يمكن بيلاقوها الناس انه تمادي، انه اليوم برنامج الامير محمد افضل من اي برنامج سمعناه في الدول الاوروبيه لتنشيط اقتصاديه. يعني السعوديه سنه 2015 نميت 1.5%، بالنسبه لاوروبا ما في بلد نمي اكثر من 1.5% الا انجلترا اللي هي خارج نطاق الانضباط تبع اليورو. فبالتالي دائما نحن طبعا بنطلع للغرب وبنطلع للامكانيات وكذا، صار لهم 8 سنين عم بيعالجوا حالهم وما وصلوا لشيء. هلا ما بقول انه وصلت المرحله النهائيه، ولكن بالتاكيد خطوه جذريه ما شفنا مثلها لا بالعالم العربي ولا بالعالم الغربي. الخبير الاقتصادي دكتور مروان اسكندر، أنا بدي أشكر حضورك معنا، وشكرا لكل هذه المعلومات التي أعطيتنا إياها، شكرا جزيلا لك. من عين التين أعلن الرئيس نبيه بري عدم دعوته إلى جلسة لتشريع الضرورة إلا بعد دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات 17 في اللجان النيابية. وشدد بري على أن للمجلس حق التشريع في كل ظروف، وقال ليس نبيه بري من يزيد عليه بالميثاقية. تقرير ربيع شنطف. مفاجئا جاء الإعلان عن المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، فبري المقل بإطلالاته الإعلامية أراد من عين التين أن يوجه أكثر من رسالة لمن يعنيهم الأمر، وكأنه عمل على سحب البساط من تحت الأطراف التي تعلن أنها سوف تواجه بأساليب عدة أي دعوة لجلسة تشريعية لا يكون بندها الأول قانون الانتخاب. وانطلاقا من هنا، كانت دعوة بري إلى الاستعاضة عن تشريع الضرورة بجلسات للجان النيابية بغية الوصول إلى اقتراحين أو أكثر لقانون الانتخابات تمهيدا لمناقشتها في جلسة عامة. لا تريدون تشريعا ولو بالضرورة إلا مع قانون انتخابات، وأنا أمامي في المجلس النيابي 17 اقتراح أو مشروع قانون. مرة أخرى إذن سأدعو اللجان المشتركة لإعادة درس كل هذه القوانين والمقترحات والجواب على سؤالين فقط. أولا، ما هي الدوائر؟ ثانيا، ما هي النظام؟ وقوفي هذا الموقف عند رغبتكم ليس تراجعا عن قناعاتي أبدا أمامكم، بل احتراما لكم وحرصا عليكم وعلى لبنان. عاش لبنان. بري لم يسمع باقتراح انتخاب ميشيل عون رئيسا لسنتين كما قال، مضيفا هيدا الكلام بحد ذاته مضيعة للوقت. يعني على الرغم من انه كل المناطق عم تتحضر الانتخابات البلديه، الا انه البعض عم يشكك باجراء هذه الانتخابات وعم بيقولوا بوابه التاجيل هي مجلس النواب، شو رايك بهذا الموضوع؟ يخبزوا على غير هالتنور. الانتخابات البلديه حاصله حاصله حاصله، بال 1992 صارت الانتخابات النيابيه ما حدش صدق. انعملت الانتخابات بالبقاع وناس تقول انه لا بعد مش عم تصير، جاسبنا هيك نفس الشيء. الانتخابات البلدية حاصلة جاهزة من أحسن ما يكون، اتكل على الله. شو رأيك بتقديم استقالة النائب وليد جملاط في حال حصلت؟ هو قال بده الجلسة تقدم استقالته، هلأ في الجلسة. ولم ينسى بري أن يعلن وفاة الاصطفافات على أساس 18 من آذار ولو سريريا، كما لم ينسى أن يستشهد كعادته بالشعراء متسائلا ألا يوجد أحد بيننا يقول إنه للوطن؟
رد المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري على ما نشرته صحيفة السفير التي نقلت ما ورد في صحف فرنسية عن أن أفراد شبكة عصابات كولومبية متهمة بتبويض أموال مخدرات لصالح حزب الله قيل إنها سلمت أموالا إلى المحامي بشارة طرابي زاعمين أنه محامي الرئيس سعد الحريري وأن المحامي طرابي أبلغهم أن الأموال ستسلم إلى الرئيس الحريري. وقال المكتب الإعلامي للحريري إن الأستاذ بشارة طرابي ليس محامي الرئيس الحريري ولا تربطه به أي علاقة شخصية أو مهنية، وهذا ما قالته أساسا الصحافة الفرنسية، وأن مزاعم أفراد الشبكة المتهمين لا أساس لها من الصحة. أضاف المكتب أنه لا يستغرب أن يلجأ هؤلاء الأفراد المتهمين إلى أسلوب النيل السياسي الرخيص من الشرفاء لحرف الأنظار عن الحقيقة عموما وحقيقة من يشغلهم خصوصا. ردا أيضا على مقال السفير، أعلن المحامي بشارة طرابي أنه لم يكن يوما محامي الرئيس سعد الحريري، وقال إنه على الثقة أن زملاء وكلاءه القانونيين سوف يتولون الرد على الوقائع الواردة في الصحيفة. أضاف أنه ينفي أي علاقة تربطه أو تربط أيا من موكليه بالشبكة اللبنانية المذكورة في المقال. طرابي ختم بيانه مؤكدا أنه يضع نفسه بتصرف القضاء والتحقيق في فرنسا أو في أي دولة أخرى. وفي الولايات المتحدة يتوقع صدور تقرير سيستند إليه الكونغرس لاتخاذ إجراءات إضافية بحق حزب الله. تقرير مرتقب في الولايات المتحدة الأمريكية طلبه الكونغرس وساهمت بإعداده عدة جهات رسمية، سيشكل العامل الأساسي لتحديد ما إذا كان سيتم إدراج حزب الله على لائحة المنظمات الإجرامية الكبرى العابرة للحدود، الأمر الذي سيترتب عليه المزيد من الإجراءات والعقوبات ضد حزب الله. التقرير استند إلى سلسلة جرائم حققت بها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ووزارة المالية، منها مشروع كاساندرا وقيام شبكة عالمية تابعة لحزب الله بتوزيع كميات كبيرة من الكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى تجارة السلاح وتبييض الأموال. وبعد القبض على إيمان قبيس وجوزيف الأسمر، أشار المشتبه بهما إلى وجود اتصالات إجرامية لحزب الله في 10 دول على الأقل في جميع أنحاء العالم، وسلط الضوء على الطابع العابر للحدود لهذه العملية التي يديرها حزب الله. وقد تم ملاحقة واعتقال ميسري العمليات الإجرامية للحزب من ليتوانيا إلى كولومبيا وإلى العديد من الدول بينهما، حيث تم إدراج آخرين على لائحة وزارة الخزانة الأمريكية بمن فيهم رجل الأعمال قاسم حجيج وعضو منظمة الأمن الخارجي حسين علي فاعور وعبد النور شعلان. كما تم التحقيق بقيام أسعد بركات بارتكاب جرائم مالية واستخدام شركات وهمية للضمان المالي للإرهاب بصفته الممثل الشخصي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في منطقة الحدود الثلاثية في أمريكا الجنوبية. محتويات التقرير من جرائم وأسماء سيطلع عليها الكونغرس لاحقا، على أن تقوم الإدارة الأمريكية باتخاذ الإجراءات الوقائية والملاحقة من بينها تصنيف حزب الله كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النائب السابق غطاس خوري موفدا من الرئيس سعد الحريري في حضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات ملحم الرياشي. وقد عرض المجتمعون خلال اللقاء الذي دام حوالي ساعتين لآخر ملفات الساعة وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البلدية والاختيارية، فضلا عن العلاقة بين تيار المستقبل للقوات اللبنانية والوضع الداخلي لقوى 14 من آذار. يواصل الرئيس سعد الحريري لقاءاته لعائلات بيروتية في بيت الوسط، وذلك للوقوف عند مطالبها. وللمزيد ننتقل مباشرة إلى بيت الوسط حيث مراسلنا ربيع شنطف. ربيع، ماذا في أجواء لقاءات الرئيس الحريري لهذا اليوم؟ يعني لينا لابد في البداية أن أشير إلى أنه من المرجح أن تعلن اللائحة، لائحة بيروت للانتخابات البلدية من هنا من بيت الوسط غدا، يعني هذا هو على أبعد تقدير غدا، بحسب ما قال أصلا الرئيس سعد الحريري نفسه للمواطنين وللعائلات البيروتية التي التقاها تباعا، وأريد أن أذكرها وهي عائلات حسامي، نعماني، مسالخي، عفيفي،
الحوت، محيو، برغوت والقرق. وطبعا كان هناك موقف لافت للرئيس سعد الحريري ردا يعني على أسئلة المواطنين فيما يتعلق بما يطرح عن انتخاب نائب ميشيل عون لسنتين أو أي شخص آخر لمدة معينة أو مختصرة، فقال أن هذا الأمر غير دستوري وهو بحاجة إلى تعديل دستوري، ونحن أي الرئيس الحريري وتيار المستقبل لسنا بوارد أن نعدل الدستور في أمور كهذه. وأيضا لفت إلى ضرورة نزول النواب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية لأن الفراغ استشرى في البلاد وهو يضر بكل. طبعا كانت هنالك أمور أخرى تطرق إليها رئيس الحريري وقال أن الانتخابات البلدية هي مهمة، تجدر الإشارة طبعا إلى أن المرشح لرئاسة المجلس البلدي محمد أو جمال عيتاني هو يتواجد في كل اللقاءات التي يجريها رئيس سعد الحريري للوقوف عند آراء ومطالب أهالي العاصمة. واليوم أيضا كان لافتا تجديد رئيس سعد الحريري على العديد من الأمور الحياتية التي يجب على المجلس البلدي أن يقوم بها فور انتخابه، ومنها مثلا إنتاج مصنع لمعالجة النفايات وبناء مدارس ومواقف للسيارات في العديد من الأحياء البيروتية وإنشاء حدائق عامة ومشاريع الصرف الصحي وتخفيف من زحمة السير الخانقة وأمور أخرى. على كل يعني هذه هي أبرز المعطيات، إذا ننتظر الغد أن تعلن هذه اللائحة وسوف يعلن برنامجها في حال يعني تأكد إعلانها غدا. عودة إليكم الآن. شكرا لك ربيع. انتخابيا أيضا حركة كثيفة في عملية تقديم طلبات الترشح في البقاع مع اقتراب انتهاء المهلة، فيما الحركة لا تزال خجولة في صيدا. قبل يومين من انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بعلبك الهرمل، شهد سراي بعلبك الحكومي اكتظاظا بتقديم الترشيحات، فقد تم تقديم أكثر من 500 طلب ترشح يوم الاثنين، وهذا الرقم الكبير أدى إلى زحمة كبيرة في السراي وإلى ارتفاع الأصوات المطالبة بزيادة عدد المكاتب لتسجيل الطلبات، خصوصا وأنه لا يوجد سوى مكتب واحد. أما اللوائح فلا تزال قيد الإعداد والإعلان عنها سيكون خلال اليومين المقبلين. وإلى الجنوب حيث بدأت عملية تقديم طلبات الترشح في سراي صيدا الحكومي، حيث خصصت غرفتان لتسلم الطلبات، واحدة للبلديات وواحدة للمخاتير بعد إجراء الامتحانات الخطية. وبدت حركة التقدم لمنصب عضو البلدية خفيفة جدا، بحيث لم تتجاوز الطلبات 5 بعد مرور 6 أيام على فتح باب الترشح، بينما وصل عدد المرشحين لمنصب مختار حوالي 20 متقدم، فيما لم يتقدم أحد إلى منصب عضو مختار. أمين سر المحافظة نقولة أبو ظهر جال في السراي واطلع على سير العمل وأشرف على تقديم الامتحانات، فيما ذكرت المحافظة أن مهلة تقديم طلبات الترشح تنتهي يوم الاثنين في 16 من أيار المقبل. أكدت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب رفضها لسيطرة المنطق الإلغائي على الجامعات والمس برموز المقاومة اللبنانية عموما ورموز حزب الكتائب اللبنانية خصوصا. وأشارت مصلحة الطلاب في بيان لها أنه لدى وصول طلاب الكتائب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت بدأ طلاب الحزب القومي السوري الاجتماعي بتوجيه الشتائم للرئيس بشير الجميل والتهديدات للرئيس أمين الجميل وسواها من الشعارات والإهانات تم الرد عليها تماما طبعا بعد أن هذا الإشكال الذي تطور إلى تضارب بالأيدي بين الطرفين انتهى بتدخل القوى الأمنية دون وقوع إصابات. طبعا يبدو أن الخبر ليس واضحا لدينا، سنكون مع تفاصيله فور ورود أي جديد. النشرة بعد الفاصل. تفجير حاجز للنظام وحزب الله في حي السيدة زينب. أوباما يوافق على إرسال قوات إضافية إلى سوريا. المسائية مستمرة وهذا أبرز ما ورد فيها. إقرار رؤية المملكة 2030 وخادم الحرمين يوجه للتنفيذ. الأمير محمد بن سلمان سنتخلص من إدمان النفط. بري يؤجل الدعوة للجلسة التشريعية والحريري يرفض طرح تقصير مدة رئاسة الجمهورية.
في الشأن السوري، قتلى وجرحى في انفجار سيارة في حي السيدة زينب، والرئيس الأمريكي يوافق على إرسال 250 عسكريا أمريكيا إضافيا إلى سوريا دعما لعمليات التصدي لتنظيم داعش. شهدت منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق تفجيرا عند نقطة تفتيش مشتركة بين قوات النظام وحزب الله، أدى إلى مقتل وجرح العشرات وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية. وفي التفاصيل، بحسب وكالة الأنباء السورية، أن انتحاريا يقود سيارة رباعية الدفع فجر نفسه بعد اكتشافه من قبل إحدى نقاط التفتيش عند مدخل بلدة الذيابية، كما تسبب بأضرار كبيرة بأحد مراكز الإقامة المؤقتة القريبة من المكان. ميدانيا، دارت اشتباكات متقطعة على جبهة الطامورة بريف حلب الشمالي بين الثوار وقوات النظام، قامت على أثرها قوات الأسد باستهداف منازل المدنيين في مدينة عندان وبلدة حريتان، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين. وفي حماة، ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على مدينة اللطامنة بالريف الشمالي، تلاها استهداف مدينة مورك بقذائف المدفعية الثقيلة. القصف المدفعي من قبل قوات النظام استهدف أيضا قرية أم شرشوح بريف حمص الشمالي، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار ولواء شهداء اليرموك على عدة جبهات بريف درعا الغربي، وسط قصف بصواريخ أرض أرض استهدفت منازل المدنيين في درعا البلد وأدى إلى وقوع عدد من الإصابات. دوليا، وفي خطوة من شأنها تعزيز القدرة على محاربة تنظيم داعش واستعادة المناطق التي يسيطر عليها، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن أكبر زيادة في عدد القوات البرية الأمريكية في سوريا منذ بدء الحرب هناك من خلال إرسال 250 جنديا إضافيا من القوات الخاصة. وأضاف أوباما أن هذه القوات لن تقود القتال على الأرض، لكنها ستكون ضرورية لتقديم التدريب ومساعدة القوى المحلية في سعيها المتواصل لإجبار داعش على التراجع. لفت الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إلى أن المجتمع الدولي يعرف ارتباط الحوثيين وصالح بالجماعات الإرهابية للقاعدة وداعش، والتي تمكنت قوات الشرعية والمقاومة وقوات التحالف من دحرها في محافظتي حضرموت وأبين. يأتي ذلك في وقت قتل أكثر من 800 مسلح من تنظيم القاعدة في مدينة المكلا في محافظة حضرموت. من جهته، أعلن قائد عمليات الجيش اليمني انتهاء عملية تحرير المكلا من مسلحي تنظيم القاعدة، إضافة إلى تحرير ساحل حضرموت بالكامل. يدفع المتشددون في إيران باتجاه ترشيح قاسم سليماني قائد فيلق القدس والمسؤول عن العمليات الخارجية لانتخابات رئاسة إيران المقبلة عام 2017. ونقلت مواقع مقربة من المتشددين، من بينها موقع دولة بهار، أن رجل الدين المتشدد مهدي طائب والمقرب من مرشد إيران علي خامنئي طالب بترشيح سليماني، معتبرا أنه الخيار الأفضل والأنسب لخوض الانتخابات المقبلة. يذكر أن قاسم سليماني موضوع على لائحة الإرهاب الأمريكية منذ العام 2007 والاتحاد الأوروبي عام 2011 بصفته قائد قوة داعمة للإرهاب. النشرة بعد الفاصل. إضراب شامل يشل المدارس الخاصة غدا الثلاثاء. أجير تعلن انتقالها إلى النسخة السادسة من أرقام الإنترنت عام 2016. في بيت الوسط، بحث الرئيس سعد الحريري الأوضاع في لبنان والمنطقة مع السفير المصري محمد بدر الدين زايد، كما التقى الحريري زعيم المعارضة عن حزب العمال في ولاية ساوث ويلز الأسترالية لوك فوزلي والنائب الثاني لحزب الكتائب سليم الصايغ. الأوضاع اللبنانية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر بحثها الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط مع السفير المصري محمد بدر الدين زايد، الذي شدد على ضرورة إنهاء الفراغ في سدة الرئاسة. كان هناك بحث عميق للتطورات الأخيرة في الساحة اللبنانية وكيفية تحريك الموقف بما يؤدي إلى إنهاء المشكلات الراهنة، وخاصة فيما يتعلق أو المشكلة الكبيرة الرئيسية بإنهاء الفراغ الرئاسي، كما تطرق الحديث أيضا للعلاقات المصرية اللبنانية وللأوضاع الإقليمية وأهميتها بالنسبة للاستقرار اللبناني. الرئيس الحريري استقبل النائب الثاني لحزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات، ثم التقى وفدا برلمانيا أستراليا برئاسة زعيم المعارضة عن حزب العمال في ولاية ساوث ويلز لوك فولي في حضور السفير الأسترالي في لبنان غلين مايلز. It's a great honor to meet here today in Beirut with Sheikh Saad Hariri.
إنه لشرف لي أن ألتقي الرئيس سعد الحريري، وقد درت صباح اليوم ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأبلغته تمنيات الجميع في حزب العمال الأسترالي بالتوصل إلى حل لأزمة الرئاسة في لبنان كأساس لإحراز تقدم في البلاد. وشكر فولي الرئيس الحريري على استقبال نواب كتلة المستقبل في الشمال للوفد الأسترالي خلال نهاية الأسبوع، ولا سيما في منطقتي الضني والمني، حيث يوجد عدد كبير من اللبنانيين من هاتين المنطقتين في أستراليا. جدد حزب الكتائب تأكيده على احترام الدستور، رافضا تعديله في غياب رئيس الجمهورية أولا أو على مقاس أشخاص ثانيا. وعليه يرفع الحزب لا كبيرة في وجه تقصير ولاية رئيس الجمهورية. وبعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميل، رأى الكتائب أن المجاهرة بالتعطيل المتعمد للانتخابات الرئاسية وتبشيرنا بسنة تعطيل إضافية هو إعلان نوايا واضحة على أن لا إرادة عند حزب الله وحلفائه لإجراء الانتخابات الرئاسية. يجدد حزب الكتائب موقفه الرافض لتشريع الضرورة المخالفة للدستور، ويسأل من يحدد الضرورة؟ وهل من ضرورة أكبر من انتخاب رئيس للجمهورية؟ إن الدستور واضح وجلي، فالمجلس النيابي هو هيئة ناخبة ويبقى كذلك حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وتجييره لغير هذه المهمة هو هرطقة دستورية. غدا إضراب شامل في المدارس الخاصة، هذا ما أكده نقيب المعلمين نعمي محفوظ، الذي قال إن التحرك هو محطة قبل اتخاذ خطوات تصعيدية. تقرير غيدة جبيلي. مجددا تعود هيئة التنسيق النقابية إلى الشارع وسط الحديث عن جلسة تشريعية، فيضرب المعلمون في المدارس الخاصة على الأراضي اللبنانية كافة، أما معلمو المدارس الخاصة في محافظتي بيروت وجبل لبنان فيعتصمون أمام مبنى وزارة التربية صباحا، وفي باقي المحافظات أمام السرايات الحكومية. نقيب المعلمين نعم محفوظ أشار إلى أن التحرك يأتي من أجل قوننة غلاء المعيشة للمعلمين وإفادتهم من الضمان الصحي بعد عمر 64، ووضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال تشريع الضرورة. إذا راحوا على جلسة تشريعية وحطوا مواد تشريع ضرورة وما كان غلا معيشة معلمي المدارس الخاصة والسلسلة من ضمنهم، سيرون من هيئة التنسيق تحركات ما شفوها بالخمس سنين الماضية. إلنا 4 سنين إلنا نعطونا غلا المعيشة بالمدارس الخاصة، لا 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 عمهلك، هذا جزء من السلسلة بدنا نقرها. طيب أنا بس بدي أسأل سؤال لكل المسؤولين بهالبلد، من الرئيس بري انتو نزلي ورئيس سلام وكل الوزراء، معلمي المدارس الخاصة اللي عم يطلعوا على 64 مش عم ياخذوا غلا المعيشة بتعويضاتهم، توفوا ما أخذوا، مين بيعطين هذا الحق اللي أخذوا كل الشعب اللبناني؟ 50% من المعلمين مش عم يقبضوا غلا المعيشة، مين بيعطين هذا الحق؟ مين بيقونه؟ مين بيطلع القانون؟ وينفي محفوظ أن يكون الهدف من التصعيد هو الوصول إلى مقاطعة الانتخابات البلدية لتطهيرها، خصوصا أن جزءا من موظفي القطاع العام ووزارة التربية مهمتهم إدارة العملية. ولا ممكن نكون ضد الانتخابات البلدية، بس إذا هني عم يفتشوا على حجة لا يعلقوا علينا، لا يفتشوا على حجة تانية. على كل حال هيئة التنسيق النقابية أنا قلت ستجتمع بعد غد لدرس الخطوات اللاحقة، ومباح لنا تحت سقف القانون والدستور اللجوء الى كافه الوسائل لحتى نضمن حقوقنا بالحدود الدنيا اللي هن معترفين فيه، فما حدا يهددنا انه والله في حساب مسلكي واذا بتضربوا واذا بتمتنعوا عن اداء هذه الوظيفه بدنا نحاسبكم، روحوا حاسبوا حالكم. الامين العام للمدارس الكاثوليكيه الاب بولس عزار اكد لتلفزيون مستقبل ان ابواب المدارس ستبقى مفتوحه امام التلاميذ، رافضا ان يقعوا ضحيه الاعتصام، كما طالب الاتحاد مجلس النواب بمعالجه السلسله وبقوننه غلاء المعيشه وباصدار قانون يحفظ للمعلمين حقوقهم. أعلنت هيئة أوجيرو أنها ستنتقل إلى بروتوكول النسخة 6 من أرقام الإنترنت IPv6 على شبكتها قبل نهاية العام 2016. هيئة أوجيرو ستقوم بتطبيق بروتوكول النسخة 6 من أرقام الإنترنت IPv6 على شبكتها قبل نهاية العام 2016، وهو ما سيتيح لمشتركي خدمة الإنترنت الولوج إلى أي محتوى يعمل عبر هذا البروتوكول. هذا ما أعلنه مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف خلال الاجتماع الأول لمنظمة رايب العالمية المخصص لمناقشة أوضاع وأمور الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط.
الاجتماع الذي أقيم برعاية وزير الاتصالات بطرس حرب ومساندة الجامعة الأمريكية في بيروت وشركة داتا كونسلت اللبنانية، حضره عدد كبير من مشغلي الإنترنت في القطاع الخاص اللبناني والعربي والمنظمات الإقليمية والدولية. وأعلن خلاله يوسف أن أوجيرو أنهت التحضيرات التقنية للانتقال إلى البروتوكول الجديد للإنترنت، وليكون لبنان بذلك ثاني دولة عربية بعد المملكة العربية السعودية التي تنتقل إليه. هو اجتماع مخصص للهلال الخصي بما يتعلق بالتحول من أرقام الإنترنت، مواقع الإنترنت المعروفة بالاي بي في 4 اي بي في 4 الى الاي بي في 6 التي تسمح بإطلاق مواقع اكثر بكثير، وهي حاجة لان المنظومة السابقة لم تعد تكفي لتطور هذا القطاع. بدوره رحب مدير العلاقات الخارجية في رايب ان سي سي بول راندك بهذا الإعلان من قبل هيئة أوجيرو، داعيا كافة المشغلين ومقدمي خدمات الإنترنت في المنطقة لاتخاذ التدابير اللازمة التي تسمح باعتماد الـ IPv6 بأفضل الطرق. نتابع الفقرة الاقتصادية الآن مع ريما نجار. مساء الخير. إذا مثل ما تابعتوا خلال نشرة الأخبار، الموضوع الأبرز لليوم هو اقتصادي بامتياز، مع الإعلان عن إصلاحات مالية واقتصادية شاملة معروفة برؤية 2030 بتمثل أهداف المملكة العربية السعودية للتنمية والاقتصاد على مدى 15 سنة المقبلة. هون بدي أذكر أنه صندوق الاستثمارات العام القائم بالمملكة واللي رح يكون له دور كبير بمشروع 2030 حقق عوائد بقيمة 30 مليار ريال سنة 2015. أيضا جزء مهم من رؤية السعودية 2030 طرح جزء من أرامكو واللي راح يكون الاكتتاب الأكبر بالعالم لجعله أكثر شفافية وتحت رقابة البنوك والجميع. وقال الأمير محمد بن سلمان أنه ستعاد هيكلة قطاعات بوزارة المالية من ضمن إعداد الميزانية خلال سنتين. ومنروح لليابان مع ميتسوبيشي موتورز اللي من غير المرجح تصدر توقعات لأرباح السنة المالية الحالية مع إعلانها للنتائج السنوية هالأسبوع. السبب بيعود للتأثير المالي الناتج عن التلاعب ببيانات الاقتصاد أو التوفير باستهلاك الوقود. إذن صانع السيارات الياباني هو قيد التحقيق من قبل وزارة النقل بعد ما ذكر الأسبوع الماضي أنه تلاعب بأرقام استهلاك الوقود لأربعة من نماذجها الصغيرة المصنوعة للسوق المحلية ومن ضمنها اللي أنتجت لنيسان موتورز. هيدي هي أخبارنا لليوم، شوفكم بكرة. وصفحة الأحوال الجوية مع لارا منيف. ما في شي بيوقفك مع ألفا 4x4 لخطوط ألفا بريبايد 400 ميجا بايت، 4 ساعات حكي كل 30 يوم على رقم مفضل بالويك أند، 40 دقيقة حكي و 400 SMS بس $12. العرض محدود. بونسوار. طقس ربيعي متقلب حراريا عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لصورة الشمسية اللي موضوعة لهالشهر ديكور البيوت، اليوم صورتنا وصلتنا من ريان الكاكون. رح ننتقل هلأ لنشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية. برجع بنتقل على طقس لبنان ورح بلش من الرباط مع 23 درجة، 23 كمان بتونس، 39 بالقاهرة. بنتقل على دمشق مع 33 درجة، 32 بالقدس، 34 بعمان. بكفي على الكويت مع 38 درجة، 36 بالدوحة، وبختم مع الرياض مع 38 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة الثلاثاء، طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ليتحول بعد الظهر إلى غائم واحتمال لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة وبترجع الحرارة بتنخفض عن جديد. على الساحل لبكرة الحرارة عم تتراوح بين 16 و 28 درجة، بالجبل عم توصل أقصاها ل 28 وبالداخل ل 32 درجة. تفاصيل أكثر من روح الخريطة اللبنانية ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 25 درجة، 26 بطرابلس، 27 بالكورة، وبنتقل على الهرمل مع 26 درجة، 25 بالقاع، 29 ببعلبك، 28 بريه. من المناطق الشمالية بروح على جبيل مع 29 درجة، 26 بميروبة، 28 بجونية وبعبدة. بيروت 28 درجة مع طقس غائم بفترة قبل الظهر، بتحول بعد الظهر إلى غائم
جزئيا زحل 32 31 بشتورة 30 بعنجر 27 درجة بمشغرة كفي عجزين مع 27 مرجعيون أيضا 27 درجة 26 بنت جبال رشاية أيضا 26 درجة بيت الدين 23 والمناطق الجنوبية صيدا صور وقانا مع 27 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس 3 أيام الجايين؟ لبكرة عنا ارتفاع بدرجات الحرارة قبل الظهر، بعد الظهر عنا احتمال لتساقط أمطار خفيفة وبترجع بتنخفض الحرارة لتتراوح بين 18 و28 درجة، الأربعاء بتوصل أقصاها لل 27، الخميس عنا انخفاض لتوصل أقصاها لل 23 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين ال 14 وال 25 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتولنا صوركن على انستغرام وعلى فيوتشر تي في ابليكيشن، وأنا بشوفكن بغير نهار وبغير طقس بس أكيد بنفس الوقت. قبل التذكير بالعناوين نشير إلى أن برنامج دي إن إيه يغيب هذه الليلة لسبب طارئ، على أن تتابعوه غدا في موعده المعتاد. العناوين: لقد وضعت نصب عيني منذ انتشارات بتوعية مقاعد الحكم الساعي نحو التنمية الشاملة. مجلس الوزراء السعودي يقر رؤية المملكة 2030 وخادم الحرمين الشريفين يوجه للتنفيذ. الرؤية هذه كانت يجب أن تطلق سواء النفط سعر مرتفع أو منخفض. الأمير محمد: سنتخلص من إدمان النفط ورؤية 2030 ستنفذ حتى وإن ارتفع سعر البترول. سأدعو اللجان المشتركة لإعادة درس كل هذه القوانين والمقترحات. بري يؤجل الدعوة للجلسة التشريعية لحين إنهاء اللجان المشتركة عملها بشأن قانون الانتخاب، والحريري يرفض طرح تقصير مدة رئاسة الجمهورية. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، من لينا ومني ومن فريق الأخبار أطيب الأمنيات، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. الترشيح لرئاسة المجلس البلدي لمدينة